بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 201. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن الإجراءات التي يجب اتخاذها مع من ارتد عن دين الإسلام. وكنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن بعض الأمور التي تحصل بها الردة، نسأل الله العافية. فمن ارتد عن دين الإسلام فإنه يجب أن يستتاب ويمهل 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، لقول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل استتابته، فقال: فهلا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. رواه مالك في الموطأ. ولأن الردة لا تكون إلا لشبهة ولا تزول في الحال، فوجب أن ينظر مدة يرتئي فيها. وأما الدليل على وجوب قتله إذا لم يتب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري وأبو داود. والذي يتولى قتله هو الإمام أو نائبه، لأنه قتل لحق الله فكان إلى ولي الأمر. والحكمة في وجوب قتل المرتد أنه لما عرف الحق وتركه رغبة عنه صار مفسدا في الأرض ولا يصلح للبقاء، لأنه عضو فاسد يضر المجتمع ويسيء إلى الدين. وتحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لكن من كانت ردته بسبب جحوده لشيء من ضروريات الدين فتوبته مع إتيانه بالشهادتين إقراره بما جحده. ويمنع المرتد من التصرف في ماله لتعلق حق الغير به كمال المفلس، ولكن يقضى ما عليه من ديون وينفق عليه من ماله وعلى عياله مدة منعه من التصرف فيه. فإن أسلم المرتد أخذ ماله ومكن من التصرف فيه لزوال المانع، وإن مات على ردته أو قتل مرتدا صار ماله فيئا لبيت مال المسلمين من حين موته، لأنه لا وارث له. فالمرتد لا يرث ولا يورث، فلا يرثه أحد من المسلمين، لأن المسلم لا يرث الكافر، ولا يرثه أحد من الكفار ولو من أهل الدين الذي انتقل إليه، لأنه لا يقر على ردته. والمرتد لا يرث من كافر ولا مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومن الأحكام المتعلقة بالمرتد أنه يفرق بينه وبين زوجته، فإن تاب قبل انقضاء عدتها رجعت إليه، وإن انقضت عدتها قبل أن يتوب تبين فسق النكاح منذ ارتد، وكذا لو كانت الردة قبل الدخول. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قبول توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: لا تقبل توبته في أحكام الدنيا كترك قتله وتوريثه والتوريث منه، وإنما يقتل على كل حال لعظم ذنبه وفساد عقيدته واستخفافه بالله تعالى. والقول الثاني أنه تقبل توبته، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله في قبول توبة من تكررت ردته، فقال بعضهم: إنها لا تقبل في الدنيا، فلا بد من تنفيذ حكم المرتد ولو تاب، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقيل تقبل توبته، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالآية عامة تتناول بعمومها من تكررت ردته، كما اختلفوا في قبول توبة الزنديق
وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، فقيل لا تقبل توبته لأنه لا يبين منه ما يظهر به رجوعه إلى الإسلام. والله تعالى يقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان قبلها، وهو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. وقيل تقبل توبة الزنديق لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين بما أظهروا من الإسلام. ومن الزنادقة الحلولية والإباحية ومن يفضل متبوعه على محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه إذا حصلت له المعرفة سقط عنه الأمر والنهي، أو أنه إذا حصلت له المعرفة جاز له التدين بدين اليهود والنصارى وأمثالهم من الطوائف المارقة عن الإسلام من غلاة الصوفية وغيرهم. كما اختلف العلماء رحمهم الله في صحة إسلام الطفل المميز ووقوع الردة منه، فقيل تحصل منه الردة إذا ارتكب شيئا من أسبابها، لأن من صح إسلامه صحت ردته، والمميز يصح إسلامه فتصح ردته، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ويمهل 3 أيام، فإن تاب قبلت توبته وإن بقي على ردته قتل. وقد اختلفوا في من ترك الصلاة تهاونا مع إقراره بوجوبها، والصحيح أنه يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدلت الآية الكريمة على أن من لم يقم الصلاة فليس من إخواننا في الدين، ولم يقل وأقروا بوجوب الصلاة، وإنما قال وأقاموا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، الحديث، ولم يقل والإقرار بوجوب الصلاة، وإنما قال وإقام الصلاة. أيها المستمعون الكرام، قد كثر اليوم التهاون بالصلاة والتكاسل عنها، والأمر خطير جدا، فيجب على من يتهاون بالصلاة أن يتوب إلى الله وينقذ نفسه من النار، فإن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي تنهى عن الفحشاء والآثام. وفق الله المسلمين للتمسك بدينه والعمل بطاعة ربهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.